ما هو التوحيد؟ توحيد مالت انتهي مالت هو أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأن لا يجعل معه شريكا. حد الله نعود رايكن جزاء مالتي مسؤو شريك جبرنا إن حد الله رايكن جزاء مالتي. يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. نحده قويت حدا غيرنا خن حزوخ نبل كلنا بتن نيسلست توحيد عينت نحده قويت خن جزاء لنا مالتي. النوع الأول من أنواع التوحيد. كابتناي توحيد عينتها تحنتنا مجمرة. توحيد الربوبية ما هو؟ توحيد الربوبية زبهالي. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد الربوبية مالت بتناي ربي صراحةً تكباراتن حادة مكبار مالتي. بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق. ربي حادة فتار مخانو مأمان. والرازق. رزق ذهب سيساي ذهب مخان بأفعال الله سبحانه وتعالى بتي تكبارات نيرب تكبارات زخلو بو حدا قويت اطريز قبر مخان مأمان. النوع الثاني من أنواع التوحيد. قال أين توحيد كفل دما؟ توحيد العبودية توحيد الألوهية. توحيد العبودية ويدما توحيد الألوهية حدا أملخ غير كام جزاء ما هو؟ انتهي مالتي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا نعبد إلا الله. زما لث لما انتايو حدا تري حدا الله تري املخهم قبل لا يعبد النبي عليه الصلاه والسلام نبيو النبيو انجزو منينا ولا الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام تم زحالفوا نبيات رسلاتنا يكون ولا الملائكه عليهم السلام تم ملائكهنا يكون ولا الصالحين ولا الاولياء تم نيربي صادقان زخوني يخونو تم اولياء زخونو اينجزا ولا الاحجار ولا الاشجار ولا الشمس ولا القمر امني يخون قرب يخون صحاي تخون ورح تكون أين جزء أنينا؟ هذه كل مخلوقات نعبد الخالق سبحانه وتعالى. الزخول حجز تغسناهم كلهم نيرب فطوراتهم. نحن نجزؤه حدا أملخ حدا قويت هذا. الثالث من أنواع التوحيد. كابتن ناي توحيد كفلي مبل سالسيتي. توحيد الأسماء والصفات. بزعبا نيرب الشمات بهريات مرد زبل توحيد. نثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه في القرآن والسنة. يتي رب سبحانه وتعالى بقرآن يقول وتم رسول عليه الصلاة والسلام بحديث قالت وانا يرب الشم مؤمن مالتي ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق رب سبحانه وتعالى مس فطرات كم زي ما ساسلون كان الرقاقص لنا نؤمن ونصدق ونسلم بأن الله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات تليق به سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون كصفات الخلق اتي رب سبحانه وتعالى شمات يقول بحريات كله نعوز قبؤه ملؤ زخونة مسفطرات زي مساسة المخانو كن أمني قبؤنا والله أعلم.